يكون أبناؤنا وبناتنا الآن يعني من أبنائنا في البيوت غير الأب والأم. يعني الآن الأب والأم أرجو أن ينادوا على الأولاد والبنات ليجلسوا معهم بالذات في سن العاشرة والسن المراهقة وسن الجامعة ليستمعوا لقصة البقرة. مهمة جدا الآن هذه دعوة مني شخصيا. إذن هلموا أيها الأباء والأمهات بأن تنادوا على الأولاد ليستمعوا للداعي الإسلامي دكتور عمر عبد الكافي في قصة البقرة. نحن بالانتظار ريثما ينتهي فضلاته من هذه التوطئة. تفضل. دائما القرآن يعني وحدة واحدة. يعني الآية تكون تقدم للآية التي تليها وتصدق الآية التي قبلها وهكذا، فترى القرآن هذا سبحان الله وحدة واحدة يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم. تعال إلى الآيات الأربع التي تسبق قضية البقرة. طيب. ثم أدلف إلى قصة البقرة موجزة، ثم ندخل إلى الآيات والجدل العقيم من بني إسرائيل والصبر العظيم من كريم الله موسى. طيب قبل أن تشرح في الموضوع فضلاتكم، هو الجدل آثاره سلبية أم إيجابية؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو له محق، وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو له مبطل. مبطل يعني أنا كفيل ببيت، أنا زعيم يعني كفيل، أنا أكفل لمن ترك الجدل وهو على حق فيه. يعني أنت تعرف الحق وضع، فجدلت أخا لك فحاورت معه. خلاص. أنا عايز مثال. يقول مثلا إيه، أنت تقول أنت تعرف أن السنن المؤكدة 12 ركعة. خلاص. هذا يقين عندك وتعلمه من العلماء ومن اطلاعك ومما قرأت وما تعلمت عليه وتمارسه الحمد لله كل يوم. الحمد لله. يأتي واحد يقول لا 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 لا، 8 ركعات فقط. تقول لي أخي 12 ركعة. لا لا لا، جزاك الله خير. المهم أنك صلي فخر أنت. سيقول ضعيف الحجة وحدثه الشيخ عمر وسكت وصمت ولم يرد. أولا يعني يجب سبحان الله العظيم أن نعلو بأنفسنا عن هذا، لأن الجدل مع إنسان مع مكابر هذا ليس حوارا. هذا يعني عايز أقول إيه، يعني تشويش وتشويه للحقائق. عندما يقول لك كذا وانا كذا، لان هناك في الجدال مستحب من العلماء ولكن في قاعات المؤتمرات وفي المحاضرات، لكن هناك شيء نسميه في الفقه تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع يعني انت تقول كذا وانا اقول كذا، خلاص. يقول مثال، اضرب مثالا، عمر بن الخطاب وصل الى الشام على ابواب الشام او على مداخل الطاعون وظهر طاعون عمواس. فاحتار عمر أن يكمل أم أن يعود، فالبعض أشار عليه بأن يكمل توكلا على الله، والبعض أشار أن يعود اتخاذا من الأسباب. فيقف عبد الله بن عمر، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم إذا كنتم في بلد ظهر فيها الطاعون فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها. فأدار عمر ناقته وولى وعاد إلى المدينة، يعني انحناء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جادل لاح أبا بكر في قضية حروب الردة، قال أتقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال يا عمر أكمل، قال إلا بحقها، قال وما حق لا إله إلا الله؟ فأدرك عمر أن المسألة كانت غير واضحة عنه. نعم. فانصاع وسكت، وأبو بكر يقول والله لأنفذن مثل بعثة أسامة ولو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين. فأنا متبع ولست مبتدع. إذن الجدل هنا متكافئ، يعني ليس جدلا لكن حوار، حوار للوصول إلى غاية الحقيقة. خلاص. ولذلك نحن كعرب إلى الآن، ولهذه أعلنها واضحة صريحة، لا نجيد لا أدب الخلاف ولا أدب الحوار. وكان العقاد يقول إذا ضعفت حجة الرجل على صوته. إذا ضعفت حجة الرجل على صوته. عظيم. شوف المحامي الشاطر تعرفه بإيه؟ يقول المستندات والأدلة في هذه المذكرة، والتاني يفضل يرفع وينصب ويجر وإنني ويا سيادة وعلى حضرات القضاء وإنني وإن موكلي المحقدون. أين البينة على من ادعى؟ أين البينة؟ خلاص بس. فالجدال مكروه عندنا وقد يصل إلى درجة التحريم. إلا إذا أردنا أن نصل إلى حقائق محددة، ولا يكون الجدل بين عامين وعامين وكلنا عوام.
لا يجوز الجدل. لا 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 كلنا عوان كلنا نتعلم. لا ما شاء الله بارك الله فيك. لا نرد عليك. عليك يا ابن الله يبارك فيك. فارجع إلى التوطئة لقصة البقرة. تفضل. يقول ربنا في البقرة وإذ أخذنا ميثاقكم. ربنا أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يؤمنوا بموسى. ورفعنا فوقكم الطور. جبل الطور. جبل الطور صار سقفا. ما هو رفع من على الأرض. رفع وصار على رؤوس بني إسرائيل. على رؤوس بني إسرائيل. ما هم رأوا آيات عجيبة. سبحان الله العظيم. ودليل على قسوة القلوب. وسوف تأتي الآيات لتقول هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا أن الشمس حارة في صحراء سيناء. نعم. الأول اعترضوا على الطعام. ادعو لنا ربك. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بحر. حنوا إلى الفول والعدس المصري وعايزين نرجع تاني والبصل والثوم. خلاص. فاهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. دخلوا قرية وجدوا فيها المطلوب. وبعدين ربنا أرسل لهم المن والسلوى. المن طعام جميل والسلوى زي طائر السمان يأتيهم كده أمامهم ليمسكوه كأنك في الجنة. يمسك الطائر ويذبحه ويأكله. يقول لا لن نصبر على طعام المن. كل يوم سلوى ومن من وسلوى. سبحان كل يوم الله العظيم. زي أولاد المرفهين. كل يوم لحومة ودجاج. كل يوم لحومة سمك. يا ابني ده في واحد مش لاقي الخبز. فلا للأسف. لا. فقد تبطل النعمة صاحبها إن لم يشكر الله. مصيبة. صحيح. الحمد لله. فالله عز وجل لما سيدنا موسى بعد ما أحرق لهم العجل وطرد موسى السامري. خلاص. اللي حصل أنهم ناولهم الإيه خلاص نقرأ عليكم وصايا الرب. الألواح. الألواح. نديكم الشريعة. هي الوصايا العشرة. الرسالة. إذا التوراة لم تكن كبيرة مثلا كتاب كبير ضخم هكذا مثلا. لا لا لا. 500 ورقة. لا لا لا. دائما دائما الكتب المقدسة محددة مركزة ولكن البشر يضيفون إليها. استثنى من هذا كتاب الله عز وجل لأنه الورقة الأخيرة في خطاب السماء للأرض. وهي؟ المصحف هذا هو الورقة الأخيرة من خطاب السماء الأرض. الكلمة الأخيرة التي أنا يعني إذا كان هناك عهد قديم وفي عهد جديد في عهد أخير فقط. المهم فخذوا ما أتيناكم بقوة. أنا عايز قوة القلوب وقوة النفوس وقوة اليقين تأخذ أوامر الله سبحانه وتعالى. رفضوا أن يمدوا أيديهم لكريم الله موسى. والله عز وجل نتق الجبل فوقهم وكأنه ظل وكأنه واقع بهم. الجبل كان قريبا من رؤوسهم. ورأوه الجبل نتق هكذا. الله الجبل ارتفع وصار سقف. الله أكبر. وصار سقف. نعم. الجبل كله. خذوا ما أتاناكم بقوة. طب فسبحان الله مدوا أيديهم مش بقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم أو خطاياكم في قراءتين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قولوا حطة. قالوا حنطة. نحن نريد برا. فبدل الذين قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا يا رب في كل المصائب هذه التي صنعناها. قالوا عايزين حنطة. طب ادخلوا الباب سجدا دخلوا زحفا. بالله عليك اي امر من الاوامر طبقوه؟ ولا امر. لصالح من؟ لصالح كبرهم وعتوهم على نبي الله موسى. وقد انقذهم من 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 آل فرعون الذين يسمونهم سوء العذاب. هم واضعين في ذهنهم زي بالضبط ايه يقول لك اصلا انا من طبقة الصفوة. انا من الإيليت. انا من النخبة. ليه يا عم؟ هم ايضا هكذا. ما هو حاطين في ذهنهم دي يقول نحن ابناء الله واحباؤه. كانوا في ذلة مع فرعون. خلاص وماله عشان ابناء الله واحباؤه انقذنا. ايه ما هو احنا نستحق. يؤولون الى هذه الدرجة فضلت الشيء. طبعا طبعا طبعا. سبحان الله. الله خلق لنا الامميين اللي هو انا وانت العوام الامميين السقى والدماء. حميرا نركبهم. كلما نفق منهم حمار خلق لنا حمارا اخر. هذه قناعتهم عنا. هي عقيدة. داخلهم. في داخله يتوارثونها. يقول صلى الله عليه وسلم لو خلى يهودي بمسلم لحدث اليهودي نفسه بقتل المسلم. ومن اصدق من رسول الله بعد الله. ماشي. عليه الصلاة والسلام. لو خلى يهودي بمسلم لحدث اليهودي نفسه بقتل المسلم. حرام. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. مش لما دعوه في الوليمه وتعالى ونؤمن بك وجابوا المرأة التي وقفت بالحجر وجاء جبريل يا رسول الله غادر المكان. غادر المكان وجدوا الحجر كان هينزل على رسول الله وضعوا له السم في الشاه.
هو كده فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا ديدنهم يا ابن سبحان الله. واحنا شوف اذا اردت ان تتحدث عن موضوع ارجع الى الايه الى المقياس الاساسي، ارجع الى كتاب الله. لما تحدثنا عن النبي ده سليمان وعن الجن رحنا على فين؟ ذهبنا على فين؟ القرآن الكريم. ليه؟ انا اعرف الجن الذي في كتاب الله لا اعرف الجن الاخر. وانتم يا ساسة تتكلمون عن اسرائيل وبني اسرائيل، انا اعرف بني اسرائيل من كتاب الله. لذلك وجب تدريس سورة البقرة لكل دبلوماسي عربي مسلم في اي ارض من ارض الله قبل ان يعين قنصلا او سفيرا. ده يعني المهمة صح. حتى يفهم هذه العقلية بس كيف تفكر. مش لابد ان اعرف من امامي؟ مش الرسول لما امسك عدوك مش لما الرسول امسك لما هاجر الى المدينه وجد اليهود يتكلموا العبريه وينظروا الى رسول الله يتكلموا العبريه وينظر قال يا زيد بن ثابت رضي الله عنه احد كتبة الوحي تعلم العبريه حتى نفهم ما يقول القوم. فاتقن زيد رضي الله عنه العبريه في 17 يوما كانما ولد بها. 17 يوما كانما ولد بها. ما توفيق من الله عز وجل. توفيق من الله. أخلص. وذلك إيه دايما العلماء إيه؟ محاضرة قديمة كنت أعتز بها إيه؟ أخلصي تتخلصي للنفس وحدث النفس. أخلصي لو تخلصت النفس من براثن المادية واستشرفت نور الله لرأينا منها العجب العجب. سبحان الله الوصول بالله. صحيح. تعلم العبرية وأصبح همزة وصلا هو يفهم خلاص. وما استطاع من اليهود في المدينة أن يتكلموا على رسول الله لأنه فهموا أن عند رسول الله مترجم يعني حقيقي درجة أولى ما شاء الله. لكن في مجموعة الأوامر هذه المتكررة رفع الجبل وقولوا حطة وادخلوا الباب عصوا كل هذه الأوامر ما نفذوا أمرا واحدا ولسه وانتظر عشان دي مقدمتنا. طيب. ثم توليتم من بعد ذلك بعد كده كمان يعني يا ريت حتى مثلا طب يا رب ابن الى الله تأسفتم اعتذرتم رجعتم قلتم سيدنا موسى اختار 70 واحد علشان يعتذروا ويستغفروا الله عز وجل بالنيابة عن هذه الجموع الكثيفة يقال 650,000 فاخذ 70 ايه منتقاه. فلما اقتربوا من الصفو عنده فلما اقتربوا من الجبل جبل الطور قال انصتوا إن الله سوف يحدثكم. شوف كرم الله وصل لغاية إيه؟ الله هيبقوا مكلمين مش ملهمين وبس. قالوا وما أدرانا أن الله يكلمنا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يا لطيف يا ستير يا ستير معقول. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. يعني وهم ينظرون يرونها لا يعني تنزل الصاعقة على واحد واحد يعني رقم 70 رأى 69 صاعقة نزلت على 69 من أفهمه ولم يؤمن. فلما أفاقه قال ربي إن شئت أهلكتهم وإياه من قبل يعني من قبل وإياه يعني سبحان أتهلكنا بما فعل السفهاء منا على رب عمليه بيعتذر عنه يعني زي بيكون أب عنده أولاد عقيم شتامين لسانهم بذيء يشتموا العام والخارج والراجل يعني ايه روح المدرسه انت والولد متعب للمدرسين معلش يا استاذ زي ابنك يقول يا استاذ بيقول زي بعض يا استاذ والله يتذلل هكذا ولله ولرسول المثل الاعلى ونعم بالله والله حاجتي يعني اصل ابن لما تقدم ابن عاقر لما تقدم ابن بار صحيح. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يوم السبت يوم اجازه حتى هم من الخيبه يقول لك ان الله خلق السماوات والارض 6 أيام واستراح في اليوم السابع في يوم السبت سوء ادب مع الله. المهم يوم السبت ده فتنه كبيره بنو اسرائيل يحبون المال حبا جما صحيح ده رهيب ويشعرون ان كل الذهب اللي في العالم هذا ذهبهم وان الاموال في العالم اموالهم هم لا يشعرون باي احد الا انفسهم فقط ولذلك هو اليهودي مع اليهودي لا يأخذ لرشوة ولا يسرق ولا يأخذ ماله غصبا لكن يجوز له في التوراة المحرفة أن يسرق محمد خالد وأن يخونه وأن يأخذ منه الرشوة لأن مال الأمميين حلال عليه حلال له. هذا في عقيدته هذا في عقيدتهم الكاذبة التي يعني صنعوها من ذات أنفسهم. فجيهم السبت ده المهم فيه فتنة الحيتان ربنا يقول لهم لا تعملوا يوم السبت الحيتان تأتي في يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعة كثير تطلع الحيتان تتشمس على الايه على الشط
ومنهيين عن كده عن صيد الحيتان في هذا اليوم وفي الايام غير السبت بقيت 6 ايام تذهب الحيتان. سبحان الله اليوم اللي يثبتون فيه الحيتان ده سبحان الله 6 ايام عام. يوم السبت من الصباح الحيتان. لكنهم بنو اسرائيل نصبوا الشباك والشراك يوم الجمعة بالليل ويرجعوا يناموا في بيوتهم. احنا الرب احنا نطيع الرب نحن نطيع الرب. طيب تطلع الحيتان مخدوعة يوم السبت تقع في الايه الشباك. يجي يوم الحد يقول واحنا عملنا يوم السبت احنا ما اشتغلنا يوم السبت احنا ناس مطيعين لله سبحانه وتعالى. تحايل على اوامر السماء. شوف الفلسطيني المجرم يضرب المرأة المسكينة الرجل المسكين شاب اسرائيلي في الجامعة يقتله معقول ولا لا؟ طب وانت لو فزت بيه انت عامل ايه؟ الله مش انت مغتصب ارضه؟ لا احنا مساكين احنا عايزين السلام. ها سبحان الله العظيم. هذه حيلتهم من قديم الزمان صح. يحتالون دائما على الامر. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللي عملوا كده صبح اهلهم وجدوهم عبارة عن قردة ولكنهم لم يتناسلوا. هل مجموعه محدده منهم ام كده يعني قررناها مجموعه معينه منهم ليس كل لكن طائفه منهم ما سبحان الله العظيم. اذا مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينه فاصاب قومهم عليها وبعضهم اسفل فقال الذين في اسفل لو اننا نخرق في نصيبنا خرقا فننؤذي من فوقنا فلو تركوهم هلكوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم نجوا جميعا. اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها فقد تودع منها. سبحان الله العظيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عليه قال ولا تقطرنه على الحق اطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. يعني لما تلاقي منحرف بالقوه ولذلك ان الله يظهر بالسلطان ما لا يظهر بالقران. هاتوا تعالى في ايه انت راشي انت مرتشي تعالى نرفع يده لامره للحاكم. لا بد ان يكون الحاكم صارما رادعا بالضبط كده. هذه مقدمه المعصيه اظن المعاصي يعني بس المعصيه هم انقلبوا قرده بعضهم تناسلوا لا يعني السلال لا ماتوا وانتهت بس تخيل ان 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 ذريات منهم وارد عندنا مساله احفاد القرده احفاد القرده بالضبط كده. ولذلك يعني قد يكون واحد منهم عمه قرد ولا ايه طبعا يعني أخ لم يمسخ قردة أخوه مسخ قردة وظل قردا إلى أن مات. صحيح. أبناء الأخ الثاني إيه؟ من عمه قرد. صحيح. لا هم أحسابهم وأنسابهم قرود. خلاص كونوا قردة خاسئين والعياذ بالله يعني ضائعين تائهين في إخساء يعني ملعونين مطرودين يعني بهذا المنطق كله سبحان الله. لما قردة تحديدا القردة القرد يحاكي ليس له شخصية متميزة. فهم عاشوا مضطهدين عند فرعون سنوات طويلة فلما تنسموا نسيم الحرية لم يتحملوها فصاروا مقلدين لآبائهم وأجدادهم الذين عاشوا تحت ربقة فرعون. وحتى ما بيمشي كده يقول ايه يا موسى اودينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا ومن بعد ما جئتنا برضه احنا مأذين ارضه. طب يا اخي نقول ربنا اكرمنا بيك ربنا ارسلك لينا ما شاء الله يا اخي والله لا. وانا مش عايز اجي من هنالك الى هناك الى صحابه رسول الله ان الموضوع يطول انا عايز ادخل على قصه البقره. هذه توطئه للقصه. المهم اخ فقير عنده 15 ولدا وأخوه غني من بني إسرائيل وليس له ولد فانتظر الأخ صاحب الأولاد الكثر أن يموت أخوه ليرثه فطال عمره. فراح الأخ أبو الأولاد قتل أخوه وراح لسيدنا موسى يا موسى أخي قتل وما أدري من الذي قتله. هما كان عندهم مواريث في شريعة المواريث فجاءوا بني إسرائيل. بني إسرائيل يحبوا الفضائح سبحان الله. يثيروا الفضائح على مستوى الزمن. فسيدنا عيسى لما يجي يقيم الحد على واحدة ارتكبت الفاحشة فجاري كل واحد فرصة دول الإعلام والتهليل ولذلك بعض الإعلاميين الذين درسوا في الأسف على مناهجهم يجيدوا هذا حماقة من السوق. المهم فكل واحد جايب حجر وجندة كل حجر وجايب بسرعة. قال روح الله عيسى من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر
فوضع بنو إسرائيل حجارتهم. يعني تحسب لهم، هم منطقيون إلى حد ما يعني يعلموا أنه مخطئ. المهم الفاحشة منتشرة في المجتمع كله. فالمهم سيدنا موسى قال إن الله يأمركم أن تمجموا كلهم. من الذي قتل مسكين هذا اللي قتل؟ من اللي قاتل؟ عايزين يعرفوا القصة. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هما دايما عقلانيين أكثر، ما فيش روح عندهم، الروح مش موجودة. فردوا على كلمة الله رد في قمة سوء الأدب وقمة الصفاقة. قالوا أتتخذنا هزوة؟ أنت يا كريم الله تستهزئ بنا، أنت بتهزر معانا ولا في إيه؟ بتتخذنا دعابة؟ سيدنا موسى لم يرد عليه، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. مش لا استغفر ولا لا 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 أنتوا كبار، أنتوا عقلين، أنتوا عالية القوم. أعوذ بالله، الرجل يبرر نفسه خلاص، لأن هذا كلام لا يقال لكريم الله. نتعلم من هنا أدبيات الحوار. الله يرضى عنك، ما رأيناه في الحلقة الماضية لما صحيح. رأينا كريم الله موسى يقول هل أتبعك؟ إنك لم تستطيع، وكيف تصبر؟ فإن اتبعتني هذا فراق. هذا الأدب العالي فأين هو؟ أين هو عند هؤلاء؟ بس هنا ورغم هذا نلمح رقة في كلام سيدنا موسى، لا نلمح شدة وقسوة وعنف. هو يريد أن يهديهم بأي وسيلة، يتمنى ما أصلح. اي صفوه من الصفوه، اي انسان من هؤلاء الصف على مر الزمن، اي داعي مخلص الى الله ما الذي يرجوه؟ هدايه الناس. محمد ابن عايز اعلم بالنيابه عن يعني اساتذتنا الكبار من الدعاه والدعاه المخلصين الموجودين بفضل على الساحه. نحن لا نعادي احدا ولا نعرف طريقا لمعاداه احد، نحن نعادي من يعادي الله ورسوله فقط. وان كان مسلما دعونا له بالهدايه وذهبنا إليه وأخذنا بيده وتحملنا بذاءته وطول لسانه. هذا ديدن الدعاء المخلصين. أما أن احنا لنا عداوات مع حد ولا أبدا أبدا أبدا، الداعي ده صديق الكل أبو الجميع. فسيدنا موسى شوف الرقة، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالمهم استغربوا أي علاقة لما تقيسها بالعقل؟ ما في أوامر لا تقيسها بالعقل. تقول لي طب ليه الظهر 4 والمغرب 3؟ يقال هكذا. هذا توقيفي أخي من الله عز وجل، أمر توقيفي، أمر تشريعي، سمعنا وأطعنا. لا يسأل عما يفعل. خلاص سمعنا وأطعنا، أنت سبحان الله. والله يقول أن الله خلق الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فإن صليت الصبح صرت ملكا بجناحين، إن صليت المغرب صرت ملكا بأجنحة 3، إن صليت الظهر والعصر والعشاء صرت ملكا ذوي يعني تصير ملك، لأن الملك لا يأكل لا يشرب لا يتكلم إلا بذكر الله. أنت في الصلاة لا تأكل لا تشرب، فأنت ملك من الملائكة لا تتكلم إلا بذكر الله. لا، ما هو أول ملائكة لا يتكلمون إلا بذكر الله. نعم. طيب. يعني هو كان المتوقع مثلا أن يقول لهم سيدنا موسى أعوذ بالله أن أهزأ بكم أو أهزأ منكم. لا لا، أقصد هذا تدني حوار. هذا تدني حوار، زي سيدنا موسى لما دخل على فرعون قال فمن ربكم يا موسى؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمه عند ربي في كتاب الله. أنت ما حالك أنت لم يجبه، وإنما أجاب حقائق كبيرة. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت مع الأحباب. فنقلوا من المهم إلى الأهم. انت ليه الساعة بكرة؟ الساعة الأسبوع الجاي؟ بعد سنتين؟ بعد 10؟ انت جهزت ايه؟ هذا هو السؤال الوجيه. ولذلك انا اقول لا. لابناء وبنات الجالسين الان الذين نادى عليهم اباؤهم وامهاتهم، انا عايز بس مواظبة على الصلوات الخمس. ليه؟ لان لما يجيني انا كمسلم ملك الموت اكون بس صليت، فلو صليت سوف اقبض بعد صلاة من بين صلاة من الصلاتين، صح ولا لا؟ صحيح. يا بعد الصبح، صحيح. يا بعد الظهر، يا بعد العصر، يا بعد العشاء، تمام؟ صحيح. يكون آخر كلامي لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة. بس أنا جد بس كبداية، وهذه وصية جميل. وصية للأبناء والبنات. نعم. الله أنا بهم شفيق، فيعني بهذا المنطق. بارك الله فيك. الله يبارك يا رب. المهم. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب. قالوا خلاص من الإله الأمر إيه؟ هذا أمر فعلا. أدع لنا ربك يبين لنا ما هي. ماهيتها يعني كنهاها ايه؟ بقرة. ايه البقرة دي؟ الله يرضى عليك. هذه المصيبة هنا بقى. المصيبة انا حتى برغم ان احفظها لكن بقرة يعني. اذبحها بقرة، اروح اجيب البقرة واذبحها. بقرة. لا ازاي؟ بني اسرائيل. ها؟ انت والقرار 242 قال ان الارض ولا ارض؟ قال لك لا، في النسخة الانجليزية ارض. ف
في النسخة الترجمة الأرض وضاع القرن 42 يتحدث في أرض أم الأرض وتنتهي القضية وسبب الموضوع سبب الموضوع فهي نفس القضية ما هي ماهيتها إيه البقرة دي سبحان الله قال إن يرجع سيدنا موسى يكلم الله سبحان الله والله إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض يعني لم تلد كثيرا لا فارض ولا بكر ولا بكر يعني يكون ولد مرة أو اثنين خلاص عوار بين ذلك يعني بين هذا العمر وهذا الايه العمر فافعلوا ما تؤمرون من الآخر لخص القضية ونفذ لا افعلوا ما تؤمرون مش ما أمركم ما تؤمرون الله يأمركم في البداية قال إن الله يأمركم بالضبط كده وبعدين إن الله يأمركم أتتخذون هزوا يعني الهزو مع كلام الله كلام عجيب صحيح. هذه أخلاقهم المهم قال ادعوا لنا ربك كمان أيوة. سؤال لا إله يبين الله. لنا ما لونها طب بالله عليك والله انا يعني انا اتوجه بهذا السؤال لكل المشاهدين والمستمعين ما دخل لون البقره في ذبحها لا. هو بالضبط عباره عن ايه واحد يعني مش عايز يطبق امر الله بالعاميه كده يعني بالضبط ايه اضرب لك مثال اتفضل تعالى فلان المغرب اذن لم تصلي معنا هو يعني اللي ما صلى لانه يصلي المغرب خلاص قلت يا اخي بارك الله هذا امر من الله سبحانه وتعالى يعني لو ما صليتش المغرب بروح النار يا عم اللي دخل احنا بنتكلم في النار والجنة احنا بنتكلم في امر الله سبحانه وتعالى انت مسلم الحمد لله مسلم قبل ما اشوفك ما ده طريقه الحوار صحيح قول له طيب انا مسلم تعالى اتوضا وصلي ويا اخي انا عندي ايمان في الداخل لو وزع على الخليج والشام ومصر والمملكه والعراق يدخلوا الجنه ان شاء الله تقول يا اخي الكريم بس تعالى بس صلي على المغرب يا عمي الله يرضى انا صليت صلاه في الحج تكفيني 10 سنوات لقدام لا حول ولا قوه فده بالله عليك هي سفسطة من قول فصل ولن يصلي فمن يهديه من بعد الله لا شيء بس يعني ايه قالوا قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين واشترط عليهم قال كانما الشمس تشع من جلدها يا رايكم بقى صفراء بقرة صفراء فاقع لو شديدة الاصفرار وكأن الشمس بتشع منها وفي بقرة صفراء في قديمة في ونق حمراء في 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 بس يعني يبدو أنها كانت عزيزة يعني هذا اللون عزيز لغير متوفر كثيرا لا ما هم لما صعبوا وشددوا شدد الله عليهم كده حد شدد عليهم إذن هذه قاعدة طيبة فضيلة الشيخ الله عليك لا تشدد فيشدد الله عليك سبحان الله قال يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك لا توكي يعني تقوليش تحسب لها وربنا يحدد عليك تقول ايه طب انا لو صليت ركعتين في جوف الليل الشيخ عمر قال ان دي ركعتين تساوي مليون صلاة لان الحديث قالوا ايه وركعة في ارض الرباط تعادلوا الف الف صلاة وخير منها ركعتان يصلي يعني ليه كم صلاة كده يا ابني وانت تحسب طب تعالى نحسب لك بقى الذنوب والمصائب والبلاوي والمصائب ايه لا توكي فيوكي الله عليك ما تحسبش مش تقول ايه انا اعطيت 100 جنيه 100 درهم ها بكذا حسنة لا توكي فيوكي الله عليك خليك ايوه قالوا ادعوا لنا ربك هم يشددون ايضا لسه سبحان الله يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا حول ولا قوة الا بالله البقر كده ده فيه اصفر وفيه عوان بين ذلك وفيه الصفات دي كلها موجودة فيها انا عايزين بقرة يعني مميزة يعني دقة سبحان الله وإنا إن شاء الله لمهتدون أنه الله معذرة سامحني في هذا أنه الله لا يعني. الذي هو خيرته للأسف الشديد قال إن الله يأمركم يقول وإن إن شاء الله أنه الله يعني من إن شاء الله المهتدون المهم يعني قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول يعني غير مذللة لأحد مش يعني ليست ملكا لأحد بقرة وحشية هي رايق جميل بقرة يعني مش مستأنسة نعم. بقرة ما تعودت أن تدخل في بيت وسطبل وزريبة عزك الله نعم. يعني كده سبحان الله ولا تسقي الحرث تثير الأرض لا يعني. تثير الأرض يعني من باب أنها بتستخدم في المحرات نعم. جميعا سبحان الله إلى الآن في البلاد المحرات ما زال هو موجود صحيح. يعني عندنا. ولا تسقي الحرث يعني ما تروح تحمل عليها المياه عشان تسقي لا ما تكونش يعني مهانة يعني بقرة بنت عز مسلمة يعني لا شيء فيها مسلمة يعني لونها واحد ما فيش ألوان مختلفة
صفراء فقع لونها هكذا. بقرة تلاقي فيها بقعة بيضاء واحدة بقرة سوداء مش عارف ده يقول ده الشورت هورن ده مش عارف البقرة اللي مش عارف ده ده مدير اللبن ده مدير البقرة ده مدير اللحم سبحان الله. ليش؟ قالوا الآن جئت بالحق. يا سلام. طب يذبح. لا خد بالك من سوء الأدب. نعم. وقبل الآن بما جاء. قال إن الله يأمركم. نعم قبل قبل إن الله يأمركم. قالوا الآن جئت بالحق. جاء بالحق. منذ أرسل إليهم وهو يقول الحق. هو لكنهم قالوا إيه؟ الآن جئت بالحق. كأنما سمعناه من قبل كان باطلا. الآن جئت بالحق. أي حق؟ أنت لما وضحت الصورة هو هذا الحق. لكن ما قبل ذلك أنت ما جئت بالحق قط. أنا أفهم هذا. سبحان الله. فعل الآن جئت بالحق ما قبل الآن. ما باطل. والعياذ بالله. ليس حقا. والعياذ بالله رب العالمين. الآن جئت بالحق فذبحوها. الحمد لله. لا وما مش لا الحمد لله الحمد لله على كل حال وما كادوا يفعلون. لا حول ولا قوه الا بالله. كاد ايه من افعال المقاربه والشروع والرجم يعني وما كادوا يفعلون يعني ايه الله يعني ليست طيب يعني حتى ما فعلوا الفعله باقتناع وبايمان وبيقين خلاص. ثم تاتي القصه بطريقه الايه ان الحل ثم نرجع الى القصه. طب ما دخل هذه البقره بالقتيل؟ ما هو هي جت الايه يعني. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. انتوا هو الرجل اللي قتل واحد ولا مجموعه؟ واحد. هل قتلتم؟ اذ قتل ليه؟ لانكم تركتم القاتل يقتل لتشيع الفوضى في المجتمع. ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. فكلكم قتل لأنكم سكتتم على القاتل أن يقتل أخاه. المفروض ألا يسكت؟ طبعا. والمفروض ألا نسكت نحن على القاتل؟ لابد. الله سبحان الله يجب ولذلك ننصح إخواننا في العراق وفلسطين في كل مكان أن يتقوا الله في دماء إخوانه بس. وأن يطردوا الفتنة من بينهم لأن هناك دسائس وأناس أنا أثق أنهم ليسوا من العراقيين وليسوا من الفلسطين أن يمد الفلسطيني لأخيه والعراقي لأخيه ليقتله. مش ممكن. أنا لا أتخيل هذا. ما لو استمعوا إلى فضلاتكم الآن ما صنعوا شيء. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها تجللتم من الذي قتل من الذي قتل والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا بلفظ العظمة اضربوه ببعضها. لمن ذبحوا البقرة وأخذوا من الذي قال الله. لمن لبني إسرائيل عن طريق سيدنا موسى اضربوا البقرة وخذ قصعة لحم وبقطعة اللحم هذه اضرب الميت القتيل فضربوا الميت بقطعة لحم فوقف القتيل على يديه يقول قتلني أخي ثم مات مرتين. الله الله هذا هو الشق الأول من القصة. الله أكبر. لأبنائنا وبناتنا في الشق الثاني. نعم. وده الأهم وده الأهم لذلك استدعيت الأبناء والبنات أن يجلسوا. نعم. نعود إلى سنوات من قبل قبل سنوات يعني فصل القصير المصري سمعنا في بلدكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى معنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه. نكمل القصه مع فضيلتكم. ولد بار بابيه وامه. نعم. ابوه من بني اسرائيل. من بني اسرائيل. بقى قصه الصلاح في بني اسرائيل. نعم. لازم عندهم صلاح؟ لا يعني لازم برضه يعني فراجل راح لزوجته قال لها ابني لما ربما اموت انا تركت له عجله صغيره في البريه لما يكبر اعطيها وياخذها وربنا هيرزقه الخير من خلفها لانه مال حلال. مات الرجل كبر الابن. نعم. قالت له في عجله تركها ابوك في الغابه او في البريه روح خذها. فذهب فكأنما الشمس تشع من جلدها. فقالت له روح بيعها في السوق بمئة. فراح وماشي قابل واحد. قال له إلى أين؟ قال له إلى السوق. سوق البهاء. نعم. قال له لماذا؟ قال له أبيع هذه البقرة. قال بكم؟ قال بمئة. قال أعطيك 200. قال أنظرني حتى أسأل أمي. يسأل أمه. مع أن زيادة. هي قالت بمئة وهذا زيادة. تمام. نعم. نعم. لازم اخذ رضا امي الاول ممكن في امر امه قالت 100 ب100 كلام لاولادنا اكثر اقل يستشير كلام للاولاد والبنات البر مش ازاي كيف ما نخرج اليوم انا وعدت صاحبي
انا وعدت مش عارف البنت تقول انا توعدت مع زميلاتي الام تقول ما فيش. الاب يقول لا العيال يتمرد يصفق الباب خلفه. ومن نظر الى ابيه او امه شجرا امسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار سبحانه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. المهم قال له طب يا ابني السوق الجاي السوق يقام اسبوع اسبوعي بيعها ب 200. فراح قبر نفس الرجل في الطريق قال له تبيع؟ قال له بكام؟ قال له 200. قال له اعطيك 300. قال له اسال امي. رجع. المهم المره الثالثه قالت يا بني اساله ابيع ام لا ابيع؟ هذا ليس بشرا مش ممكن. اتري هذا ملك والام الصالحه سبحان الله استشرفت ان هذا مش كلام بني ادم عادي. سبحان الله العظيم. سبحان الله. فقال ابيع او تسال ابيع ام لا ابيع؟ قال لا تبيعها الا بملء مسكها ذهبا. ملء لما تذبح وتسلخ افرد الجلد بتاعها المسك ده يملأ سباك من الذهب هذا ثمنها. وده مش ممكن يكون هي كده تشترط في بيعها كده. اذا توكلت على الله يرزقك هكذا. الله اكبر. كل اسئله بني اسرائيل والتوضيح هذا ما هناك بقره في العالم فيها كل الصفات التي وضحها سيدنا موسى لهم الا في هذه البقره. يا الله يا الله. هي البقره دي فقط بس ما فيش بقره صفراء لا ذلول فقر الناظرين مسلمه لا شيه فيها لا لا فارض العوان كل الصفات كلها لا في هذه البقره لبر هذا الولد بامه. وتدور اعظم سوره ولان اباه كان رجلا ولان بشرا ورزقه حلال. وتدور اعظم واطول واكبر سوره في كتاب الله على قصه البر لانه بالبر نصل الى باب الجنه. الله اكبر. هذا ما اردت ان اقوله من بدايه ان اقوله من بدايه الحلقه. بارك الله فيك. اذا هذا الرجل الصالح وابنه الذي كان يطعمه من حلال كان حدث قبل قصه القتل في بني اسرائيل.